كروية بتعادل مع وصيفه الموسم الماضي الرجاء البيضاوي بهدف لكل منهما. عبد الإله الحافظي افتتح التسجيل للرجاء في الدقيقة 34، وبعد 3 دقائق فقط ضيع هداف الفريق تطواني زهير نعيم التعادل بعد إهداره ضربة جزاء قبل أن يعدل زميله عبد المولى الهردومي النتيجة لفريق الحمامة البيضاء في الدقيقة 70، منهيا لقاء القمة دون غالب ولا مغلوب.